طيب يعني معلش بقول لك احد المتابعين يعني والناس المطلعين على الوضع بشكل دقيق انه انتم عم تدعوا الناس للانتساب للاحزاب والانتخابات، يعني عفوا في ظل حكومه الاحمر والحزب الشعب تم اصدار عده قوانين وعده امور، منها قانون الاندماج الجديد وقانون الاسلام الجديد يعني. وهذا الشيء صراحه كان بظل هذه الحكومة لما كان الحزب الأحمر في أفضل حالاته، وتم إصدار هذه القوانين والتي يتم اليوم الاستناد عليها وإخراج أمور أخرى. يعني على أي أساس يعني معلش لو كان السؤال موجه لك سيد راوي، على أي أساس تطلبون من الناس أن يناصروكم وأن ينضموا للأحزاب يا أخي، وأنتوا عم بقولوا لكم أنتوا أحد أهم أسباب المشاكل اللي حصلت لنا كمسلمين يعني كعرب يعني كالجاليات العربية والمسلمة الموجودة هنا يعني. طبعا هذا الكلام من يقوله فعلا أخي أول حاجة يا أما لا يفهم شيء، وثاني شيء في تحامل كبير. من لا يستطيع أن يفرق بين عمل حكومة يمينية، يعني ماذا حصل في ايام الحكم الاشتراكي مع يعني مثلا هل سكر مسجد؟ هل منع حجاب؟ خرج القانون الاسلامي اخي، هذا قانون الاسلام الذي جعل النمسا صراحه يعني او مسلمي النمسا تحديدا يعني ليس لهم اي قيمه حقيقيه يا جماعه. انا موضوع قانون الاسلام اعيده للمره المليون حتى نفهم ونتكلم. يعني أنا سبق وذكرت هذه قانون الإسلام. أول شيء يا أخي طلبته الهيئة الإسلامية، لم تطلبه الحكومة. الهيئة الإسلامية أتت وقالت أريد قانون إسلام. الخطأ الكبير من الهيئة الإسلامية، طلبت قانون وهي لا تدري ماذا تريد. ثانيا وافقت عليه. ثانيا الحزب الشعب، يعني هل تريد أن تقول أن من كان في الهيئة الإسلامية في ذاك الوقت هم من تحالف مع الحكومة بشكل أو بآخر؟ نعم، تحالف عن يعني عن غشامة أو عن غباء وليس عن 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 سوء نية. ثانيا تم التفاوض بين رئيس الهيئة السابق وبين كورتس الذي كان حبيبه وصديقه إلى اليوم دمش. يذهب إلى حفلاته صحيح. ويتصور معه فؤاد سنج. هذا القانون بعدما تسرب لنا خبر مشاكله بدأ اعتراض كثير من المسلمين والناشطين، وكنت أنا من الناس المعترضين ودخلنا الحزب الاشتراكي في الموضوع. بدأنا في مفاوضات وطلبنا تعديل فقرات، أنا لا أذكر العدد ولكن لنأخذ مثلا خلنا نقول هناك 6 فقرات لم نرضى عنها. لما تفاوضنا الحزب الاشتراكي قال أنا موافق كل ما أنتم طلبتوه، أنا موافق على تنفيذه. حزب الشعب قال لا أنا لا أوافق، أنا أوافق على 3 و3 لا أوافق. أنا يعني ما أذكر العدد ليس على سبيل المثال للحصر، يعني قد تكون 7 قد يكون 8 قد يكون أقل. حزب الشعب قال أنا أوافق على هذه ولا أوافق على الآخرين. هناك ائتلاف، في قانون الائتلاف لا يستطيع حزب يصوت على حزب آخر، يعني في الائتلاف يا أما نتفق يا أما لا نصوت. هذا قانون معروف لأنه لا إذا صار خر الائتلاف انفضل. فأتى الجواب إلى المسلمين، يا جماعة أتى الحزب الشعبي قال أنا موافق على كل اقتراحاتكم، حزب الشعب معترض على 3، أنتم لكم الآن الخيار ماذا تفعلون؟ أتت الهيئة الإسلامية بعد أن تشاورت وأنا كنت من مؤيدين أن تقول الإسلامية لا شكرا لا نريد هذا القانون، مبروك عليكم لا نريده لا تصوتوا عليه. لا لكن تمت الموافقة. الهيئة الإسلامية اتخذوا الأخوة القرار، قالوا في الأخير نحن موافقين على 3، يعني حصلنا على بعض الإنجازات والثلاثة الأخرى لا نوافق عليها. الآن من الغباء أن نعتقد أن اللي يأتي الحزب الاشتراكي يقول لا أنتم أغبياء أنتم لا تفهمون. يعني في مثل في العراق يقول لك إذا القاضي راضي إيش دخل المفتي في الموضوع. فأنت لما صاحب المعني الهيئة الإسلامية وافقت والحزب الائتلاف وافقوا، فإحنا صوتنا معهم لأنه تراضوا الاثنين. فهذا الكلام وعيده إن شاء الله يفهموه أخيرا. لسنا نحن من يعني كتبنا قانون الإسلام يا أحمد. أنا الفكرة ألا يتحمل النتيجة صراحة كل من عايش هذيك المرحلة حضرتكم أو غيركم أو الهيئة الإسلامية يعني على تمرير هذا القانون والذي أصبح فيه اليوم شكل أخي بهذا الشكل. النمسا ليس دولة إسلامية أولا، هذه الأولى. ما حد قال لها الاعتراف قانون إسلامي المسمى بداية ليس قانون إسلامي قانون الإسلام 2015
الذي كان يعتبر الدين الإسلامي هو الدين الثاني في النمسا. ولا يزال. لا يزال ولكن كان كريم. له نعم. أخي الكريم أنا دائما أقول لك أن دائما يجب أن نعلق أخطاءنا على الآخر. أنا أقول لك المسلمين هم سبب هذا القانون. يعني الهيئة الإسلامية والهيئة الإسلامية هي التي كانت الآن تدير ذلك الوقت. وقد صوتوا بحوالي 70-80%. وأنا أعلم هذا الموضوع كيف الآن. أنا أقول لك بناء العرب لا يمثلون إلا 1-2% في الهيئة الإسلامية. باش نكون واضح معك العرب المسلمين الذين يسيطرون على الهيئة الإسلامية هم أتراك وبوسنويين وأوروبا الشرقية يعني ألبان وما ومن يعني لا يوجد هناك. لكن خرج الرئيس الجديد للهيئة الإسلامية قال لا يوجد عنا بوسنيين أو أتراك أو عرب، يوجد عنا مسلمون نمساويون. هو هيك كان أوكي أنا بقول لك ولكن شعارات أشوف شعارات لكن أتركت الهيئة الإسلامية هذا سياسة طيب. بدأت منذ زمان طيب. الموضوع يا أخي الكريم لازم تعلم أن الذي كان في ذاك الوقت وزير اندماج هو سيباستيان كورتز وكانت له صلة بكبار المسؤولين الذين كانوا يسيطرون على الإسلامية كان فؤاد صنعش كان الثاني من البوسنويين اسمه سيميتش وكان يعني الموضوع ميميتش يعني المواضيع هذه لا نريد أن ندخل فيها الآن. الموضوع الآن لا لو كان المسلمون بقوة في ذلك الوقت لكانوا رفضوا الحزب المشترك ورفضوا الحزب الأسود وقالوا لا نحن ما بدنا هذه الأشياء وكانوا قد قدموا قالوا لا ما بدنا هذه قفزنا. طيب حنتجاوز هذه النقطة لأنه على ما يبدو هي نقطة جدلية بشكل كتير كبير